السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. أعزائي الكرام، ما رأيكم في المخالفة التي سجلها نجمنا الدولي الجزائري رياض محرز اليوم أمام النيجر؟ يعني أمام النيجر يسجل، أمام نيجيريا يسجل، في العديد من المباريات يسجل بنفس الطريقة. هذا الهدف أصبح ماركة مسجلة لنجمنا الدولي الجزائري رياض محرز، وأرفع قبعتي احتراما لما قدمه رياض محرز في الشوط الأول وتلك المخالفة العالمية اللي كانت يعني في منتصف الملعب. ما رأيكم أعزائي الكرام؟ اكتبوا لنا رأيكم في صندوق التعليقات حول تلك المخالفة لرياض محرز. أنا للوهلة الأولى قلت يعني مستحيل يسجلها رياض محرز، هذا كان حسب رأيي الشخصي قبل تنفيذها. قلت بلي لو كان قريبا لمنطقة جزاء الخصم يعني بحوالي يعني أمتار قليلة قلنا ما بالك، يعني ممكن أن رياض محرز راح يسجلها، ولكن من تلك المنطقة ما تخيلتهاش. ولكن رياض محرز المخالفة عنده بينالتي صراحة. مبروك لنجمنا الجزائري رياض محرز على هدفه، يعني والذي وصل إلى نفس الأهداف الذي سجلها العربي هلال السوداني مع المنتخب الوطني الجزائري. على العموم لن أطيل عليكم في هذا الفيديو، راح أشارك معكم ماذا صرحت يعني الصحف الإنجليزية والعربية عن يعني الهدف الذي قدمه رياض محرز وعن المنتخب الوطني الجزائري بصفة عامة. ولكن بغيت نبدأ لكم بهذه الستوري الذي نشرها نجمنا الجزائري، وهو الذي لم يكن كلاعب أساسي، جمال الدين بالعمري. طبعا صرح قائلا هذه هي أبهى حلة لملعب مصطفى تشاكر التي استقبلت واحتضنت مباراة المنتخب الوطني الجزائري أمام منتخب النيجر. طبعا هذه الصورة أوضحت لنا كل شيء، يعني في الأطراف الملعب يبان يعني حاجة شابة، ولكن في الوسط كما تشاهدون هنا أمامكم يعني ما زالت الأرضية مهترئة. إلى أين؟ ما راناش عارفين أعزائي الكرام للأسف الشديد. المهم المنتخب الوطني الجزائري والكوتش جمال الماضي دخل بهذه التشكيلة: بولحي، عيسى ماندي، بدران، فارس وعطال، بن ناصر زروقي في جولي، ومحرز وبن رحمة وبن جرح. أنا كنت متوقع بالدخول بيوسف بلايلي وأيضا بألكسندر أوكيدجا ويعني أحد اللاعبين الآخرين مكان بدران ألا وهو أحمد طوبة. أخطأنا في ثلاث أسماء على العموم. وأيضا نادي مانشستر سيتي أشاد بنجمنا الجزائري رياض محرز قبل بداية المباراة، صرحت قائلة: ساحر العرب رياض محرز يقود التشكيلة الجزائري أمام النيجر في التصفيات الأولية لكأس العالم سنة 2022. وكما تشاهدون هنا في الشاشة الظاهرة أمامكم، يعني رياض محرز رسميا يعادل رقم العربي هلال السوداني بعد ذلك الهدف الذي سجله بتلك المخالفة، وأصبح في رصيده 23 هدف مع المنتخب الوطني الجزائري، ونتمنوا له مزيدا من الأهداف. عدنا بعد أعزائي الكرام الحسابات الموثقة التي يعني قائلة بأنه كانت ضربة حرة من رياض محرز خرافية كما تشاهدون هنا في الشاشة الظاهرة أمامكم. بينما أونز مونديال هذه الصحيفة الفرنسية أكدت قائلة بأنه محرز يسدد ركلة حرة رائعة ورائعة. أنا بالنسبة لهذه التسمية على يعني هدف رياض محرز ومخالفته وتنفيذ تلك المخالفة ناقص بزاف، لأنها عالمية. تلك المخالفة اللي قدمها رياض محرز تستحق لقب العالمية. بينما التعليق الموالي من ليكيب الفرنسية كما تشاهدون شاركت معنا يعني المخالفة لرياض محرز. بينما أيضا عدنا سيتي انسايدر هي أيضا يعني قائلة بأن النجم الجزائري رياض محرز يبتدئ يعني التسجيل ويفتتح التسجيل أمام المنتخب النيجري، كما تشاهدون هدف مقابل ولا شيء. أما بالنسبة للتعليق الموالي صرح قائلا: رياض محرز يسجل هدف خيالي من ركلة حرة مع الجزائر قبل قليل. سبورت 360 العربية صرحت قائلة، وهذا التصريح هو اللي عجبني بشكل كبير جدا، قائلة: حطها في الجول يا رياض، رياض محرز حيث يسكن الشيطان. يعني رياض محرز حطها وين يسكن الشيطان في تلك يعني المباراة وفي تلك المخالفة. طبعا تعليق الموالي صرح قائلا: مخالفة مباشرة عالمية من أفضل لاعب في إفريقيا حاليا رياض محرز، هدف يساوي مسيرة بعض اللاعبين يا سادة. أما تعليق الموالي أعزائي الكرام يعني فيه إحصائيات لرياض محرز، راه مسجل يعني حوالي 10 مخالفات بطبيعة الحال مماثلة للمخالفة اللي تسجلها اليوم: 4 مع نادي مانشستر سيتي، 3 مع المنتخب الوطني الجزائري، 2 مع ليستر، و1 مع نادي لوهافر. بينما أيضا إشادة كانت أيضا من نادي مانشستر سيتي، وطبعا صرحت قائلة: على طريقته الخاصة رياض محرز في الجول، الساحر رياض محرز يسدد قذيفة من ركلة حرة يعني تتقدم بها الجزائر على النيجر بهدف يعني في نهاية الشوط الأول. بينما التعليقات الأخرى قائلين من جماهير جزائرية: يبدو أن رياض محرز لا يفرق بين نيجيريا والنيجر، يعني كلا هذين الفريقين وهذين المنتخبين رياض محرز سجل عليهم بنفس الطريقة سواء نيجيريا أو حتى النيجر، واحدة في الأدوار الإقصائية وواحدة أعزائي الكرام في يعني التصفيات المؤهلة لمونديال قطر سنة 2022. فقولوا لنا رأيكم أعزائي الكرام، يعني ما هو رأيكم حول مخالفة التي قدمها رياض محرز اليوم،
وطبعا نعود لنتكلم عن ما حدث في الشوط الاول اعزائي الكرام، لانه هذا الفيديو بين الشوطين. طبعا المنتخب الوطني الجزائري الدقائق الاولى من عمر المباراه بدا يعني باخطاء دفاعيه شفناها اعزائي الكرام والكل لاحظها، بطبيعه الحال نتمنوا هذه الاشياء لن تتكرر في الشوط الثاني، بينما سرعان ما المنتخب الوطني الجزائري استحوذ على الكره ولكن يعني واجه صعوبه من اختراقات دفاع الخصم. يعني منتخب النيجر كان قوي من ناحيه الدفاع، كان غالق اللاعب على المنتخب الوطني الجزائري وكنا يعني مرات ضئيله جدا ونقدروا نفتحوا مساحات في يعني دفاعات المنتخب الوطني النيجيري بطبيعه الحال في هذه المباراه. فنتمنوا الشوط الثاني اعزائي الكرام راح يكون شيء مختلف عن الشوط الاول، ونتمنوا اختراقات يعني وفتح مزيد من الثغرات في دفاع منتخب النيجر. وطبعا اعزائي الكرام الشوط الاول كانت السيطره يعني في منتصف ميدان المنتخب الوطني الجزائري يعني منذ بدايه الشوط الاول حتى نهايته. فيعني كما قلنا منتخب النيجر كان ضاغط وذلك بشكل كبير جدا، فكما قلنا منتخب النيجر كان غالق جميع الابواب على المنتخب الوطني الجزائري، وطبعا خاصه المنتخب النيجر دخل من اجل غلق الابواب فقط، من اجل الدفاع بشكل متين جدا، وايضا كانوا يركزون على الكرات يعني الطويله والكونتر اتاك امام المنتخب الوطني الجزائري. دفاع المنتخب الوطني الجزائري في الشوط الاول كان يقترف العديد من الاخطاء وكانت عنده يعني ثغرات كبيره واستغلها منتخب النيجر، وبطبيعه الحال اخطر اول يعني تسديده كانت لصالح منتخب النيجر على مرمى رئيس وهم بولحي لولا توغل رئيس وهم بولحي وبراعته لما شفنا يعني سيناريو اخر. ولكن اعزائي الكرام نتمناو في الشوط الثاني يعني تكون دفاعات جيده، وان شاء الله يتم ترميم الدفاع المنتخب الوطني الجزائري في الشوط الثاني ما يرتكبوش نفس الاخطاء التي ارتكبوها في الشوط الاول. بينما يعني بالنسبه للرساله التي لبيب غوارديولا، اقول لك يا بيب غوارديولا، وش هذا الهدف الذي سجله رياض محرز في مرمى النيجر بتلك المخالفه الجميله؟ يستحق ان تبقيه في كرسي بدلاء وتنافس به جابرييل جيسوس؟ والله عيب اعزائي الكرام، يا بيب غوارديولا رياض محرز يستحق العالميه، رياض محرز يستحق المكانه الاساسيه مع المنتخب الوطني الجزائري. وها هو الان اعزائي الكرام يعني سفيان في قولي وصلني الان لانه سجل الهدف الثاني. ما شاء الله المنتخب الوطني الجزائري راه حاليا في هذا الوقت اللي راه نسجلكم في هذا الفيديو راه متقدم على منتخب النيجر بهدفين مقابل ولا شيء. مبروك للمنتخب الوطني الجزائري ونتمناو يعني نزيدوا نسجلوا اهداف اكثر في قادم المواعيد. كان هذا فيديو اليوم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نرجع نكمل الماتش خوتي، سلام.